كنت بتعمل ايه في المصيف وانت صغير؟ اول مصيف رحته كان فين وكان مع مين؟ ذكرياتك ايه عن المصيف؟ ده سؤالنا النهارده في حلقتنا. قبل ما نبتدي نجاوب وناخد ارائكم، خلينا نشوف لميا حمدين كانت بتعمل ايه وهي صغيره، وكانت بتروح المصيف ازاي، وكمان نتعرف منها على اخبار المرور والطقس في القاهره والمحافظات. يا لميا صباح الفل. صباح الخير عليك يا منى، وصباح الخير عليك يا احمد، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. الصيف كان بيحصل فيه ايه؟ بص يا منى، احنا كان صيف شرير ولا طيب؟ بس الاول طيب قوي، طيب على الاخر. احنا بصراحه احنا الجيل الطيب، والله احنا اخر الجيل الطيب. لا يعني، وانا عائلتي هاديه قوي، وخروجاتها هاديه، وقعدتها رايقه، وما بتعملش مجهود، يعني بتتبسط بالراحه، يعني بتعرف تبسط نفسها بهدوء. يعني احنا هاديين كده ورايقين في خروجاتنا. يعني اللي انا فاكراه ان انا رحت راس البر وانا صغيره، او اسكندريه يعني رحت حاجة دي من الاثنين. رحت دي ورحت مع خالي، عشان مامتي ما بتحبش الخروج، فانا بروح مع خالي ومراته واولاده، وبنروح نصحى الصبح انزل على الشط كده، اقعد العب شويه في الرمل كده، بعد كده بنتغدى نروح البيت. دي اسوأ فقره في الصيف وفي المصيف كله، الرمل ده. ليه؟ يعني انا كان نفسي المصيف يبقى من غير رمل. لا انا كنت بحب قوي ابني حاجات وارسم على الرمل. مزعج قوي. لا بالنسبه لي انا يعني كنت ممكن اقعد عدد ساعات كبير اقعد ارسم على الرمل. عارفه يا لميا، فكرتيني ان كان في زمان قنديل بحر برضو، بس حتى قنديل البحر بتاع زمان كان طيب، يعني ما كانش القرص بتاعه بالشكل. كانوا بيشيلوه كده، الناس جريئه كانت تشيله وترميه كده على الرمل لحد ما ينتهي بقى ويبقى ما يلسع الناس تانيين.